بدايه طبعا لازم نرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وشكرا على مشاركتك معانا. شكرا جزيلا، شكرا لدعوتكم. الاهلي فريق رائع كبير وهذا شرف لي وجودي معكم في قناه النادي الاهلي الرسميه، اهلا وسهلا. الشرف لينا. بدايه بس اعرف انتماءاتك بتميل لمين اكتر؟ انا عارف انك لعبت الاثنين من اكبر انديه العالم، لكن خلينا نقول لو بايرن ميونخ بيواجه برشلونه هتشجع مين؟ أنا أعتقد أنا مع الاثنين وسوف أشجع الاثنين بكل تأكيد، أنا أعشق الفريقين. طيب هبدأ معاك بالبايرن اللي عنده مواجهة بكرة طبعا مهمة جدا في بطولة الشامبيونز ليج. لقاء أول انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام سالزبورغ. إزاي شايف فرص البايرن مش بس في مباراة بكرة لكن فرصه في تحقيق اللقب اللي بالمناسبة يمكن أنت حققته معاه في الفترة اللي أنت لعبت فيها الموسم ده؟ بايرن ميونخ مع مان سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان هم المرشحون من وجهة نظري، وفريق أيضا قوي. 1-1 كانت نتيجة مباراة الذهاب أمام زالسبورغ. أنا أعتقد أن بايرن ميونخ سوف يعيد حساباته ويستعد بشكل جيد للمباراة القادمة بكل تأكيد. يعني البعض الحقيقة يمكن شايف أنه مستوى البايرن في الفترة الأخيرة مش بس في الشامبيونز ليج لكن كمان حتى في البونز ليجا في البطولة المحلية متراجع نوعا ما، وفي بعض النتائج ما كانتش على مستوى النجوم اللي بتمثل الفريق، والبعض الحقيقة يمكن وجه أصابع الاتهام لناجلزمان المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ. بتتفق مع ده؟ وهل شايف انه ناجلزمان قادر على قياده البايرن لتحقيق لقب البطوله المحليه وبطوله الشامبيونز ليج؟ نعم، عندما ننظر الى البايرن ميونخ في الاعوام القليله الماضيه سوف نرى هناك فرق كبير، فرق شاسع بين اداء البايرن ميونخ في الوقت الماضي مقارنه بالوقت الحالي مع ناجلسمان. انا اعتقد ان هناك فرق كبير ما بين المدربين سواء كان هانز فليك وناجلسمان. شاهدنا البطولات التي حققها الفريق البافاري في السنوات القليله الماضيه. هذا هو تحدي كبير يواجهه ناجلسمان، فلا بد عليه من التواصل، تواصل تحقيق الألقاب. الكلام مستمر عن البايرن، والحقيقة يمكن تقارير كتيرة اتكلمت في فترات سابقة عن يعني رحيل نجم هجوم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، والحقيقة يمكن ريال مدريد أعلن مؤخرا أنه مهتم جدا بانتداب الدوري البولندي. تقارير كمان لسه صادره يمكن ما بقالهاش كتير بتتكلم على اهتمام انديه كتيره جدا بالتعاقد مع جنابري جناح البايرن. في رايك هل يستطيع البايرن الحفاظ على نجومه ولا الموسم القادم هنراهم خارج بايرن ميونخ؟ أنا أعتقد أن مستقبل روبرت ليفاندوسكي في البايرن، وهذا ما أراه وهذا ما أعتقد أنه سيظل مع الفريق البافاري بايرن ميونخ لوقت طويل، وهذا هو مستقبله من وجهة نظري. أنا أعتقد أن على سبيل المثال غوريتسكا وأسماء كثيرة وكيميش وأنها مجموعة كتيبة أيضا قوية وهي تساعد روبرت ليفاندوسكي بكل تأكيد للفوز معه بألقاب كثيرة والمنافسة بكل تأكيد على ألقاب فردية أيضا. وأنا أتحدث هنا عن فريق بأكمله. وبالنسبة لجنابري هل تتوقع انه يستمر مع البايرن ولا رحيله اقرب؟ لانه عدد كبير من الانديه مهتمه اهمهم طبعا برشلونه تحت قياده تشابي. انا اعتقد ان هنا في اوروبا وفي الاعلام الاسباني يتحدثون كثيرا عن جنابري وعن هذا الترانسفير،
الكلام كثير ولا اعتقد انه سيحدث من وجهه نظري. بمناسبه الكلام عن البارسا، رايك في مردود تشابي مع توليه مسؤوليه الاداره الفنيه والمحاولاته لانه يعود ببرشلونه لسابق عهده، مرحله ميسي انيستا تشابي، المرحله اللي كان فيها البارسا مسيطر تقريبا على كل البطولات في اسبانيا وخارج اسبانيا. فعلا هي إفاقة كبيرة للبارسا مع تشافي. هو أول شيء عمل واشتغل عليه تشافي مع برشلونة هو ضمان وتواجد الهدوء بين صفوف الفريق، وهذا مهم جدا لنجاح الفريق ونجاح الكتيبة الحالية من وجهة نظري. أعتقد المنافسة مع الريال في الوقت الحالي وإشبيلية أعتقد منافسة شرسة قوية، ونأمن بتشافي وإمكانياته، وأرى ذلك في المواجهات الأخيرة، فاز بمباريات كثيرة وعنده تحدي أيضا في اليوروبا ليج في هذا الوقت أيضا، وأتمنى له التوفيق. قبل ما أكلمك على فرص البارسا في اليوروبا ليج، أسماء كثيرة جدا ارتبطت بالانتقال لبرشلونة، منها على سبيل المثال للحصر هالاند نجم بروسيا دورتموند، محمد صلاح نجم ليفربول، جنابري زي ما كنا بنتكلم نجم بايرن ميونخ، كريستنسن نجم تشيلسي الانجليزي. في رايك هل يحتاج برشلونه الى تدعيم، وايه هي المراكز، ومين هم من وجهه نظرك الاسماء الافضل للانضمام لبرشلونه في التوقيت الحالي؟ في البداية على سبيل المثال عندما تحدث عن بيكي في أو بوسكس، لابد علينا أن ننظر إلى نقاط الضعف الفريق والعمل على وجود بديل قوي لاستقطابه لحل مثل هذه المشاكل في خط الدفاع من وجهة نظري. فهذه هي المشكلة الحالية لفريق البارسا. بيكيه هو لاعب اعتقد كبير في السن، واعتقد ليس لديه الامكانيات القويه لمواكبه التطوير الذي يحدث تشافي في هذا الوقت. هالاند على سبيل المثال هو مهاجم رائع قوي جدا، اعتقد من وجهه نظري ان الفريق يمتلك عناصر قويه الان، وجود هالاند سيكون اضافه بكل تاكيد، فدعنا نرى ماذا سيحدث. هذا شيق جدا عندما نقرأ ونسمع يوميا عن مثل هذه الانتقالات المهمة. أنا أعتقد أن في الصيف القادم سوف يحدث انتقال مهم، سواء عن استقطاب هالاند أو أحد اللاعبين الآخرين. دعنا نرى. تطور مستوى البارسا تحت قيادة تشافي بشكل كبير، وده انعكس على نتائج الفريق على مستوى الليجا الأسبانية، والفريق بيحتل حاليا المركز الثالث. هل تعتقد انه فرص البارسا زادت، او انه تشافي مطالب وقادر في نفس الوقت على تحقيق لقب اليوروبا ليج في الموسم الحالي؟ أعتقد احنا ما زلنا بعيد في المنافسة في النقاط ما بين برشلونة وبين ريال مدريد. المنافسة أيضا قوية. عندما أتحدث عن الكواليتي اللاعبين وتطويرهم، هذا ما فاز به تشافي من وجهة نظري وكسبه في الوقت الأخير. لكن من وجهة نظرك عنده القدرة الموسم ده، أو أنت كواحد من عشاق البارسا أو جماهير البارسا، ممكن تطالب تشافي في أول مواسمه بتحقيق لقب سواء محلي أو أوروبي؟ أوروبا ليج من وجهة سوف تكون إلى حد ما محتملة، ولكن الدوري الأسباني صعب من وجهة نظري اللقب لهذا العام في منافسة ريال مدريد. يهمني في وجودك برضو أسألك عن ابراهيموفيتش، ويمكن كان نجم في طبعا لعبته مع بعض في منتخب السويد. رايك في مستوى ادائه، استمراره في الملعب لغايه اللحظه، وتالقه مع الميلان، وعودته مره ثانيه لمنتخب السويد،
والاضافه اللي ممكن يعني يسيبها مع مشاركته مع منتخب السويد مره تانية. هو رائع، هو عبقري، هو لاعب استثنائي وسيظل استثنائي من وجهه نظر ابراهيموفيتش. لاعب قوي، وجوده مهم ايضا مع المنتخب السويدي. يمتلك قاعده شعبيه كبيره هنا في السويد وايضا في ايطاليا مع ميلان. وجوده مهم، ووجوده أيضا مع الميلان بعد الانتقال الأخير سوف يساعد أيضا ميلان في تطوير الفريق وتحقيق أيضا ألقاب محتملة. باتريك أندرسون طبعا نجم منتخب السويد وبايرن ميونخ وبرشلونة، بشكرك شكرا جزيلا.